السلام عليكم ورحمة الله. هل بالفعل لا يوجد دليل تاريخي أو أركيولوجي على وجود النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ وهل صحيح أنه لا توجد ولا مخطوطة أو أثر لأي نبي من أنبياء الله؟ وهل صحيح أن كل قصص الأنبياء هي أساطير أخذها النبي عليه الصلاة والسلام ممن قبله ونسجها بطريقته الخاصة في القرآن الكريم؟ أيها الأحبة، للأسف الشديد، هذا ما يعتقده كثير من الباحثين التاريخيين، وللأسف هم لم يطلعوا على الحقيقة كاملة. اليوم سنقدم النسخة التي كتبت في عصر النبي، وباعتراف كبار علماء الغرب الذين بحثوا في هذا الموضوع وحققوه وأثبتوا بلغة الأرقام أن النسخة التي كتبت بين يدي النبي وفي عصره والذي كتبها معاصر له أنها مطابقة تماما للنسخة التي بين أيدينا اليوم، وأن هذا أقوى دليل على أن النبي عليه الصلاة والسلام موجود وليس كما يدعون، وأن القرآن صحيح بنسبة 100%. دعوني أولا أطلع معكم على هذا الدليل المهم جدا، دليل أركيولوجي أو أثري أو تاريخي يفاجئ علماء الغرب. للأسف هذه النسخ ليست موجودة في دولة إسلامية أو عربية. سرقت هذه المخطوطات كلها أو معظمها أثناء احتلال الغرب للوطن العربي، ووضعت في جامعات في ألمانيا وبريطانيا وغيرها. العلماء يقولون إن النبي محمد عليه الصلاة والسلام هو شخصية حقيقية بالفعل، عاش في القرن السابع الميلادي، والقرآن الذي بين أيدينا هو ذاته الذي كتب بين يديه، ونسخ القرآن الموجودة اليوم هي ذاتها التي قرأها الصحابة قبل 1400 سنة. ولدينا تصريح خطير لعالم غربي غير مسلم يقول القرآن لم يحرف، أو بكلمة أدق المخطوطة التي عثر عليها مطابقة بشكل مذهل للمصحف الذي بين أيدينا اليوم. انتبهوا أيها الأحبة، هذه صفحة من المصحف، تأملوا معي جيدا، يعود تاريخ كتابتها إلى 1400 سنة، وهي مطابقة بشكل مذهل للمصحف الشريف. لاحظ معي هنا أخي الحبيب، لاحظ معي اسم النبي محمد عليه الصلاة والسلام هنا، انظر إلى هذا الجزء هنا. هذه صفحة من سورة ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، هذه سورة الأحزاب. انظر معي هنا، ما كان محمد، أنا أضع دائرة حول كلمة محمد. هذه الكلمة كتبت قبل 1400 سنة حسب جامعة توبنغن الألمانية. الحمد لله أنهم غير مسلمين، هم من يقول هذا الكلام. أنا أنصح كل باحث تاريخي، للأسف وكثروا في الفترة الأخيرة، أن يبحثوا جيدا بدلا من أن يقولوا لا يوجد دليل مادي ملموس على وجود النبي محمد عليه الصلاة والسلام. نقدم لهم هذه الوثيقة التاريخية مكتوب فيها اسم محمد كما نرى، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما. تمام أيها الأحبة. بعد ذلك، يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. أنا أقرأ مع أنها غير منقطة، ولكن أنا واضحة بالنسبة لي. وسبحوه بكرة وأصيلا، هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور، وكان بالمؤمنين رحيما، تحيتهم يوم يلقونه سلام، وأعد لهم أجرا كريما. هل هناك اختلاف حرف واحد عن القرآن الذي أنا أحفظه وملايين الناس يحفظونه؟ طيب، متى كتب هذا الكلام؟ هنا أنا سآتي للمفاجأة المذهلة، ومن موقع الجامعة لن أخذكم لكلام وتصريحات، لا، سنذهب إلى موقع الجامعة. موقع الجامعة، هذه جامعة توبنغن، هنا تستطيع أن تفتح على موقع جامعة توبنغن، هذا هو، والجامعة معروفة ومشهورة
وهذا موقعهم على الإنترنت. عرضوا قبل مدة هذه المخطوطة وهذه الصفحة محمد رسول الله، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. هذا الكلام موجود على موقع جامعة توبنغن، أنا صورت الموقع ووضعته أمامكم لكي لا يأتي شخص ويقول لي أين المرجع العلمي الذي تعتمده. ماذا يقول الباحث الذي درس هذه الوثيقة بواسطة تقنية لمعرفة عمر الحبر الذي كتب؟ تقنية حديثة ومعروفة جدا اسمها تقنية الكربون المشع. الكربون المشع، ما هو الكربون المشع؟ هو أخي الحبيب عنصر الكربون أو الفحم موجود في الكائنات الحية. أنا جسمي فيه كربون وجسمك، الخلية فيها كربون، هذا الخشب فيه كربون، الورق فيه كربون، ولكن نسبة صغيرة جدا من هذا الكربون مشع. يعني الكربون عدده الذرة 12 أو وزنه الذرة 12 عفوا C12. الكربون المشع يكون C14، يعني هناك 2 نيوترون إضافي في النواة. المهم هذا الكربون المشع يتناقص بنسبة محددة كل عدة آلاف من السنوات أو كل عدة مئات، له نسبة محددة يتناقص بها يسمى نصف عمر. يعني كل فترة إذا بحثنا عن كمية الكربون المشع نجد تنقص للنصف، يبقى النصف، النصف المتبقي بعد نفس المدة ينقص نصفه ويبقى النصف، يعني الربع، وهكذا. فمن خلال قياس كمية الكربون المشع، وهذا يحتاج لأجهزة دقيقة حقيقة، يعني تستطيع أن تتنبأ تقريبا بعمر هذه الوثيقة التاريخية، بحيث تكون نسبة الارتياب أو الشك يعني 20-25 سنة لا أكثر. يعني بالنسبة لهذا، بالنسبة للقرآن الكريم، أنا يكفيني أن تقول لي في القرن السابع الميلادي هناك وثيقة تذكر اسم محمد، هذا دليل كافي، أنا كإنسان علمي يكفيني هذا الدليل. انظر معي أخي الحبيب هنا، دعونا نرجع فقط لننهي هذه الوثيقة. هذه المخطوطة موجودة هنا على موقع جامعة توبنغن، تستطيع أن تطلع عليها ورقة ورقة، معروضة طبعا ومتاحة للنسخ، وتستطيع أن تدقق الكلمات كلمة كلمة، ستجد تطابق مذهل كما يقول الباحثون. طبعا الباحثون الذين أشرفوا على هذه الدراسة قالوا إن الذي كتب هذه المخطوطة إما أنه عاش مع النبي أو بعد وفاته بعشرين أو خمسة وعشرين سنة، يعني حددوا تاريخ كتابتها من عمر النبي عندما بعث، يعني قبل موته مثلا بعشرين سنة، إلى زمن الخلفاء الراشدين. فهذه المخطوطة إما كتبت في زمن النبي أو في زمن الخلفاء الراشدين على أكثر تقدير، يعني خلال 20 أو 30 سنة، 20-25 سنة، 30 سنة بعد النبي، زمن الخلفاء. وقد تكون كتبت في زمن سيدنا عثمان، أنا يعني أظن ذلك، لأن زمن سيدنا عثمان قريب جدا من الزمن الذي حدده الباحثون لتاريخ كتابة هذه المخطوطة القرآنية. قد يقول قائل علماء ألمانيا مخطئون، طبعا هو لن يقول إنهم متآمرون لأنهم غير مسلمين طبعا، فلا يستطيع هذا الملحد أن يشكك بكلامهم، يشكك بكلامنا نحن كوننا مسلمين، فيقول أنتم تزورون الحقائق. فالحمد لله أن هذه المخطوطات كشفت على أيدي غير مسلمين، وتم وضع التواريخ الدقيقة لتاريخ كتابة هذه الوثائق التاريخية من قبلهم أيضا لكي لا يتم التشكيك بها. الآن أخي الحبيب سأنتقل معك إلى جامعة برمنغهام. هنا أخي الحبيب موقع الجامعة، هذا هو. رجاء من كل أخ كريم لا تأخذ كلامي كمصدر ثقة، ادخل إلى موقع الجامعة واقرأ بنفسك لكي لا يشككك أحد، لكي لا يأتي أحد ويشككك بما نقول. فكلما استمعت إلى ملحد يقول لا يوجد دليل تاريخي على أن القرآن الذي بين أيدينا هو الذي كان في زمن النبي أو الخلفاء، قل له كلامك غير صحيح والدليل أمامنا الآن. موقع جامعة برمنغهام وجد مخطوطة تعود إلى أكثر من 1400 سنة، والتقرير لجامعة أكسفورد. طيب يعني أنا أخاطب فقط الملحدين، يعني جامعة أكسفورد
وجامعة برمنغهام تقول لكم المصحف الموجود الآن هو نفسه الذي كتب في عصر النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ما الذي يمنعك أن تقتنع بهذا الكلام؟ هل هؤلاء متعاطفون مع المسلمين؟ لا، هو بحث ووجد أن هذا الكلام هو الصحيح. انظر معي أخي الحبيب، هنا النبي عليه الصلاة والسلام عاش من 570 إلى 632 ميلادية، هم يكتبون هذا. أنا أقرأ الآن حرفيا من موقع جامعة برمنغهام، وضعوا هذه المعلومة هنا، ثم وضعوا هذه المخطوطة. هذه هي المخطوطة التي عثر عليها، هي سرقت طبعا ولكن موجودة في جامعة برمنغهام في بريطانيا. طيب انظر معي إلى كلمات هذه النسخة التي يقول الآن، سنشاهد قول هذا البروفيسور الذي حلل هذه المخطوطة يعني بواسطة كربون مشع، وقال هي تعود لشخص إما أنه كتب هذا الكلام بين يدي النبي أو عاصره، رآه وعاصره، يعني ليس في الجيل الذي بعد النبي، لا هو من جيل الجيل الموجود مع النبي صلى الله عليه وسلم. انظر معي أخي الحبيب، ماذا تقرأ هنا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، ليس فيها لا حرف زيادة ولا حرف ناقص. طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. تنزيلا، انظر كلمة تنزيلا، ممن، طبعا هذه النقط الصغيرة هنا وجدوا أنها أضيفت فيما بعد، لم تكن موجودة في النسخة الأصلية، هذه مضافة فيما بعد، لأن المخطوطة كانت تبقى مئات السنين وكل واحد يضيف نقط أو ضمة أو فتحة أو أرقام الآيات أو كذا، ولكن يقولون الحبر الأصلي الذي كتبت به هذه المخطوطة هذه النقط غير موجودة. أنا الآن يهمني أن نرى الاختلافات التي يزعم الملحدون أنهم اكتشفوها في القرآن. قالوا وجدنا نسخ كثيرة للقرآن لا توجد نسخة تطابق الأخرى. طيب هذه نسخة في جامعة برمنغهام والحمد لله هم الذين كشفوها، يعني علماء بريطانيا. تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وهل أتاك حديث موسى. وهكذا كلمة كلمة وحرفا حرفا تتبعها هذا الباحث الذي سنراه الآن وهو مندهش ومتفاجئ، يعني معقول لا يوجد كلمة، يعني كلمة واحدة فقط؟ يستحيل أيها الأحبة، يستحيل لمخطوطة بشرية أن تبقى 1400 سنة، يستحيل، لابد أن يطالها التحريف. اللغة تتطور يا أخي، اللغة الإنجليزية اليوم، اللغة قبل 1400 سنة كيف كان شكلها؟ أنت إذا عدت للغة شكسبير أو لغة العصور الوسطى قبل بضع مئات من السنين ربما لا تفهم شيئا، فكيف إذا رجعت إلى 1400 سنة ربما لا تجد شيء اسمه لغة إنجليزية في ذلك الوقت. اللغة تتطور وتتغير. طيب كيف حافظت هذه المخطوطة بالذات، مخطوطات القرآن، حافظت على نفسي على يعني ما فيها كلمة كلمة وحرفا حرفا؟ انظر معي أخي الحبيب، وهل أتاك حديث موسى، إذا قرأت ستجد أنه كله يعني كل حتى قبلها سورة مريم، هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزة، هذه كلمة ركزة آخر كلمة في سورة مريم ثم تأتي سورة طه، يعني حتى ترتيب السور كما هو، ترتيب الآيات كما هو، ترتيب الكلمات كما هو، ترتيب الحروف كما هو، يعني محفوظة بطريقة 100% لم يمسها أي تحريف. الآن أيها الأحبة دعوني أنتقل معكم للصفحة التالية هنا، دقق معي جيدا أخي الحبيب. هذه طبعا هذه هنا المخطوطة التي عثر عليها، وأنا أخذت هذا المقطع الفيديو من موقع جامعة برمنغهام. طبعا هنا إذا تأملنا هنا، انظر معي، هذه سورة مريم تأتي بعدها سورة طه، نفس الترتيب، لا يوجد لا كلمة زيادة ولا كلمة ناقصة. طبعا هنا دعونا نرى البروفيسور الذي فحص هذه المخطوطة ماذا يقول. طبعا هذا هو البروفيسور ديفيد توماس، وهو أستاذ
اللاهوت والإسلام في جامعة برمنغهام. طبعا بالمناسبة هذا الرجل غير مسلم، هو يدرس بشكل علمي بعيدا عن الأديان، وربما تجد عقيدته أنه ليس مسيحيا وليس مسلما، علمانيا يدرس أشياء مادية أمامه ويصرح بما رأى، يقول بالحرف الواحد وهو متفاجئ، يقول بشكل مذهل وجدنا تطابق عجيب بين المخطوطة التي عثرنا عليها الآن في القرن 21 في جامعة برمنغهام وبين المصحف الموجود حاليا بين أيدي المسلمين. سبحان الله، انظر معي أخي الحبيب هنا كيف يصرح هذا الباحث، يعني تصريح عجيب جدا، أن القرآن لم يحرف. مضمون كلام هذا الباحث أن القرآن لم يحرف. طيب بالله عليكم، ما الذي يجعل باحثا بهذا السن وبهذه القيمة العلمية وهو متخصص في عالم المخطوطات وفي الدراسات اللاهوتية ليصرح تصريحا كهذا ويقول إن هذه المخطوطة كتبت تماما في الفترة التي عاش فيها النبي، والذي كتب هذه المخطوطة شخص عاصر النبي وعاش معه ورآه وبقيت سليمة ووصلتنا اليوم؟ طب يعني أنا أخاطب هؤلاء الباحثين التاريخيين، هذا أليس هذا دليلا كما تسمونه أركيولوجي أو تاريخي أو دليل مادي ملموس أمامنا على وجود النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ إذا من الذي كتب المصحف؟ يعني كتبه أناس من خارج الكرة الأرضية؟ لا. إذن يعني نحن كيف علمنا بوجود ملك أو بوجود إله من آلهة الفراعنة مثلا كما يزعمون اسمه كذا كذا؟ من خلال كتابات. طيب هذه وثيقة أمامكم، جامعة برمنغهام تعرضها، وجامعة برمنغهام طبعا ليست تأكدت من هذا الكلام من خلال جامعة أكسفورد، يعني تم إخضاع هذه الوثيقة التاريخية لما يسمى معجل جامعة أكسفورد الذي يقوم بقياس عمر المخطوطات بواسطة كربون مشع. فجامعة أكسفورد كتبت تقريرا عن هذه المخطوطة وقالت إنه كتب في الفترة التي عاش فيها النبي في آخر حياته، أو أن الذي كتبها عاصره على الأقل أو عاش معه ورآه. طب هذا دليل مادي ملموس. لذلك يعني أرجو من الأحبة الباحثين التاريخيين ألا يكرروا هذه الأسطوانة. لا يوجد دليل على وجود محمد، لا يوجد دليل تاريخي على وجود النبي محمد، هذا كله أخي الحبيب غير صحيح، والدليل أمامنا الآن. من أحب أن يتأكد يدخل إلى موقع جامعة برمنغهام. الخلاصة بالنسبة للأنبياء أحبتي في الله، أولا معظم الرقم التاريخية الآن الموجودة في مصر والعراق وسوريا ودول كثيرة والحضارات التي عاشت قبل آلاف السنين معظمها عبارة عن أساطير. تصور الإله فلان تزوج الإله فلانة وأنجب الإله فلان والإله هذا تصارع مع هذا، كلها خزعبلات. الأنبياء أيها الأحبة من الباحثين التاريخيين، نصحح لكم هذه المعلومة، اقرأوا القرآن جيدا. الأنبياء لم يأتوا لكتابة الأساطير، بل جاءوا لتدمير الأساطير، جاءوا لإنقاذ الناس من الأساطير. النبي محمد عليه الصلاة والسلام عندما كان الناس يعتقدون أن الشمس تنكسف لحياة فلان أو فلان، وقالوا كسفت الشمس لموت إبراهيم ابن النبي، عندما مات ابن النبي صلى الله عليه وسلم وكسفت الشمس في نفس اليوم، فصعد النبي على المنبر وقال لهم ها الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته. ما معنى ذلك؟ يعني انزعوا من رؤوسكم هذه الخزعبلات والأساطير. فالنبي مهمته أن يأتي لتحطيم الأساطير. سيدنا إبراهيم ماذا فعل عندما ألم يدمر أصنامهم؟ النبي عليه الصلاة والسلام ألم يدمر هذه الأصنام وهذه الكتابات الفارغة التي كلها عبارة عن أساطير؟ معظم الكتابات التاريخية التي تعود لآلاف السنين معظمها أساطير أيها الأحبة. فمن الطبيعي أن لا تجد بينها ذكر لنبي إلا بشكل مشوه، كما تم تشويه ذكر المسيح عليه السلام، هو نبي كريم وعبد صالح ومطهر هو وأمه عليهما السلام، تم تشويه صورته فاعتبروه أنه إله وأنه ابن الإله
وأنه صلب وأنه كذا وكذا وكذا، وحتى الاسم غيروا فيه، يعني بدلا من عيسى قلبوا الاسم جعلوه يسوع، قلبوا الاسم. فمن الطبيعي اليوم أن تجد بين هذه الأساطير الموجودة الآن والتي تم كشفها أن تجد ذكر لأنبياء شوهت صورتهم واسمهم، أعطي اسم آخر وأعطي صفة إله، وأنه خاض حربا مع إله آخر وانتصر الإله كذا على الإله كذا، يعني شيء مضحك. فلذلك أخي الحبيب، نحن يكفينا كدليل مادي ملموس وجود خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم. أنا تكفيني والله هذه الآية التي رأيناها في جامعة توبنغن ومعروضة على موقعهم، ما كان محمد، وسبحان الله يعني أنا أبحث عنها بالصدفة، يعني أنا يعني خشعت عندما رأيت هذه الآية معروضة عندهم ويقولون هذه الآية كتبها أو هذه المخطوطة كتبها شخص عاش مع النبي صلى الله عليه وسلم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. سبحان الله، يعني آية واضحة جدا موجودة لديهم، وهم من كشفها، وهم من قاس عمر المخطوطة، وهم من قال هذه المخطوطة كتبت في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا النتيجة أيضا كل ما يدعيه باحثو الآثار أنه لا يوجد آثار لأنبياء، لا هذا غير صحيح. لماذا؟ لأن الرقم التاريخية والآثار التي تم العثور عليها هي أقل من 1% مما تم تدميره أو ذهابه أو مما تم إخفاؤه أو مما لم يتم العثور عليه. يعني هل يستطيع باحث تاريخي أن يقول الآن، باحث تاريخي محترم عالم يعني، يقول اكتشفنا كل شيء؟ لم يكتشفوا إلا شيء قليل جدا. طيب ما الذي أدراك أن ما اكتشفته هذا هو جزء من الأساطير والحقيقة لم تزل غير مكتشفة؟ ثم يكفي أن القرآن الذي هو وثيقة تاريخية تعود ل 1400 سنة مطابقة لما بين أيدينا اليوم، وفيها ذكر لكل هؤلاء الأنبياء، أنا يكفيني ذلك. أنا ما علاقتي بأساطير كتبت قبل 5000 سنة، تكفيني هذه النسخة التي حفظها الله سبحانه وتعالى من التدمير ومن الكذب ومن التزوير والتحريف، مصداقا لقوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بهذه المعلومات، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حتى يتبين لهم أنه